بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة بإذن الله عن مسلسل لهفة الجزء الثاني، بطولة الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم. أول حاجة هنقولها عن تفاصيل المسلسل هو إنه لهفة بعد الفرصة اللي أخذتها من ميرفت أمين وعملت معاها المسرحية الكبيرة دي، طبعا زي ما شفنا في الجزء الأول بإنها بعد المسرحية الكبيرة دي اتشهرت جدا وبقت مشهورة جدا، لدرجة انه بعد المسرحية دي معظم المخرجين بتوع مصر طلبوها للمسلسلات والافلام كبطولة، وعملت اول بطولة مسلسل خاص ليه. والمسلسل ده بعد ما عملته، بعد ما اتعرض في رمضان، طبعا كسر الدنيا ونجح، ولهفة بقت نجمة كبيرة ومشهورة قوي زي ما كانت بتحلم، وبالفعل حلمها اتحول الى حقيقة. فبعد ما بقت نجمة مشهورة، طبعا سابت حارة فرغلي اللي هي كانت ساكنة فيها، واشترت فيلا كبيرة جدا في الشيخ زايد، واخدت اهلها اللي هم والدها الفنان الراحل عليه رحمة الله سمير غانم اللي هو كان في دور الحلواني، واخدت ايمن اخوها اللي هو علي ربيع، واخوها الصغير اللي هو يبقى اسمه علي في دور معاذ نبيل. فلما اخدتهم طبعا هناك عاشوا حياة الاغنياء، ولهفة جابت ليها عربية كبيرة جدا، فكانت فنانة متواضعة. فطبعا مرتضى او مرتدلة اللي هو يبقى محمد سلام طلب من لهفة الجواز او الخطوبة، ولكن لهفة رفضت الخطوبة او الجواز من الفنان محمد سلام او مرتدلة. فطبعا مرتدلة لما لهفة رفضت منه الجواز او الخطوبة، طبعا زعل منيها وقال بانها تكبرت ومش شايفة حد لما بقت نجمة، ولكن هي قالت مش تكبر مني وانا ما اتغيرتش وانا قاعدة زي ما انا، بس الحكاية وما فيها انه انا عملاك زي اخويا، فمش هينفع ان نتخطب او نتجوز. فطبعا مرتضلة زعل واتأثر جدا باللي حصل ده. فبعد فترة قليلة لهفة شافت حد معين اسمه رجل اعمال كبير جدا اسمه تيمور ابو النجا. تيمور ابو النجا شاب في سن الثلاثينات، ووالده يبقى رجل اعمال كبير جدا وصاحب شركات ومصانع ضخمة جدا. فلهفة اتعرفت عليه، ومن هنا بدأت علاقة ما بينهم، وهي علاقة عاطفية. فكانوا بيتقابلوا دايما في مناطق عامة، او بيروحوا السينما مع بعض يتفرجوا على فيلم من بطولة لهفة اللي هي النجمة الكبيرة طبعا. فطيمور ابو النجا كان بيحب لهفة حب جامد جدا، ويعني اعترف ليها على الحب ده، وهي بادلت نفس الشعور وقالت لي بانها هي كمان بتحبه. فبعد فترة اتخطبت لهفة من تيمور ابو النجا. فطبعا بعد الخطوبة دياتي اتجوزت من تيمور ابو النجا على طول. فطبعا مرتدلة اللي هو يبقى ابن خالد لهفة، اول ما عرف بانه لهفة اتجوزت من تيمور ابو النجا، طبعا زعل واتصدم لدرجة انه ما بيجيش طايق يقع في البلد. فقرر مرتدلة بانه يسافر برا البلد يشوف هناك اي شغلانة، وبالمرة علشان يقدر ينسى لهفة. فبالفعل مرتدلة سافر برا البلد علشان يشتغل، وكمان علشان ينسى لهفة اللي هي كانت حبه الاولاني. فبعد كده لهفة بعد مدة طويلة مع الجواز من تيمور ابو النجا، في يوم من الايام اكتشفت بانه بيخونها مع واحدة تاني. فطبعا لهفة لما شافت المنظر ده، او لما شافت حالة بانه جوزها بيخونها مع واحدة تاني، طبعا طلبت منه الطلاق،
فطبعا تيمور ابو النجا رفض بانه يطلق لهفة، وحصلت مشاكل كبيرة جدا ما بينهم، وكمان لهفة رفعت قضية خلع من تيمور ابو النجا. وبالفعل بعد فترة قليلة لهفة الحلواني كسبت القضية دي واتخلعت وكسبت قضية الخلع من تيمور ابو النجا. ولكن طبعا الموضوع اللي حصل للهفة طبعا أثر في نفسيتها جدا، لدرجة إنها بقت تكره الشغل وتكره كل حاجة. وفي سنة من السنين لهفة، في السنة اللي حصلت فيها المصيبة دي اللي هو لما جوزها خانها، في السنة ديات لهفة كانت متعاقدة مع شركة إنتاج كبيرة جدا على مسلسل لرمضان اللي جاي. فطبعا في ظل الظروف الصعبة اللي هي مرت بيها مع جوزها، ولما طلقت منه طبعا كانت نفسيتها سيئة جدا للأسف. فطبعا عملت المسلسل، يعني مثلت شخصية المسلسل بطريقة سيئة، معرفتش توقف قدام الكاميرا كويس أو تعمل مشاهد دي. فالمسلسل بعد ما اتعرف في رمضان، للأسف المسلسل دياتي خسر شركة الإنتاج كتير جدا، لأنه كان مسلسل ضخم. فطبعا المسلسل فشل عشان لهفة ما كان نفسيتها تعبانة جدا. فطبعا المسلسل خسر شركة الإنتاج فلوس ومبالغ مالية كبيرة جدا. فلما فشل المسلسل، شركة الإنتاج الضخمة لغت العمل مع لهفة، ولهفة ما فيش شركات تاني بقت تطلبها، فبقت قاعدة في البيت من غير شغل، لأن الموضوع ده أثر عليها. فبقت الأزمة بتاعتها أزمتين، اللي هي الأزمة العاطفية وكمان أزمة الشغل، ما بقتش تشتغل بسبب شركة الإنتاج، أو ما فيش شركات إنتاج بقت تطلبها علشان المسلسل اللي عملته السنة الماضية فشل وخسر شركة الإنتاج الضخمة مبالغ مالية عالية جدا. فبعد فترة لهفة أخذت سنتين وثلاثة من غير شغل، من غير فيلم أو مسلسل. فطبعا اتضايقت جدا، والثروة اللي عملتها من المبالغ بدت تنزل أو بدت تروح منها وتتصرف، لأن من غير شغل كانت قاعدة. ففي يوم من الأيام أيمن اللي هو علي ربيع أخوها كان سايق العربية، فخبط واحد ولما خبطه الواحد ده طبعا كانت حالته سيئة جدا، ووصل كان قرب يوصل للموت. فطبعا أهله عملوا محضر ضد أخو لهفة اللي هو أيمن. فلما عملوا المحضر طبعا النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار فوري لأيمن، وأيمن اتحجز في السجن. فطبعا لهفة الأزمة تاعت أخوها دي علشان تطلع منها راحت دفعت مبالغ مالية عالية جدا لأهل الراجل اللي خبطه علشان يتنازلوا عن المحضر. فطبعا لهفة لما دفعت المبالغ المالية الضخمة لأهل اللي خبطوا أيمن بعربيتهم، وافقوا بأنهم يتنازلوا عن المحضر. فبعد ما تنازلوا عن المحضر طلع أيمن من الحجز. وأما بالنسبة للحلواني والد لهفة، في يوم من الأيام راح كان بيتعشى مع أولاده، ففجأة راح وقع على الأرض وأغمى عليه. فطبعا طلبوا لي عربية الإسعاف، وهناك الدكتور قال بأنه محتاج يسافر بره لأنه حالته سيئة جدا. فطبعا لما سافرت بي لهفة هناك عملت لي عملية ضخمة جدا بمبالغ مالية عالية. فبعد فترة قليلة خف الحلواني ورجع مرة ثانية لمصر، ولكن لهفة الثروة اللي عملتها من التمثيل أيام ما كانت مشهورة ما بقتش عنديها أي حاجة، لدرجة إنه معاز اللي هو أخوها الصغير اسمه علي كان في امتحانات ثانوية عامة، فلما خلص وظهرت النتيجة اصطدم بالنتيجة جدا، لأنه ما جابش مجموع الكلية القمة اللي هو كان نفسه يدخلها. فطبعا نفسيته زعلت جدا. فلهفة علشان شافت أخوها زعلان صعب عليها، فراحت دخلت كلية خاصة وكانت بتدفع لي مبالغ مالية برضو كبيرة جدا كل سنين. فبعد كده ثروة
لهفه بسبب الازمات اللي هي مرت بيها دي كلها كلها خلصت، فراحت اضطرت بانها تبيع الفيلا اللي هي اللي هم ساكنين فيها في الشيخ زايد. فلما بعتها راحوا رجعوا تاني لحارة فرغلي اللي هم كانوا عايشين فيها في الاول. ففي ظل الازمات والظروف اللي هي بتمر فيها دي، مرتدلة رجع من البلد، رجع لمصر تاني، وكان طبعا تحويشة عمره او تحويشة السنين اللي فاتت دي كلها، جمع مبلغ مادي كويس. فطبعا لما عرف اللي حصل للهفة راح وقف جنب لهفة وساعدها ووساها، وكمان اداها فلوس كثيرة جدا علشان تمشي بيها مصاريف البيت وعلشان تقوم من الأزمة اللي هي فيها دي. عمل معاها ده كله رغم اللي هي عملته معاه لهفة زمان ورفضت انها تتجوزه. فطبعا لهفة بعد اللي عمله مرتدلة كبر في نظرها جدا جدا وبقت تحبه. فبعد فترة مرتدلة طلب الجواز مرة تاني من لهفة، ولهفة طبعا وافق بانها تتجوز مرتدلة. وبعد فترة من الجواز في مخرج كبير رشح لهفة في دور مسلسل كبير جدا، فطبعا اتصل بلهفة واتفق معاها وتعاقدت مع شركة انتاج. فلما عملت المسلسل ده نجح وكسر الدنيا، ولهفة رجعت نجمة مشهورة جدا زي ما كانت. وطبعا وكانت بتحب مرتدلة اكتر من نفسها. وطبعا راحوا رجعوا اشتروا الفيلا اللي هي بعتها في الشيخ زايد، ورجعت حياتها الطبيعية لهفة من مرة تاني. ولكن لما رجعت كانت بتحب مرتدلة اكتر من اي حاجة، اكتر من الشغل اللي هو شغلها، واكتر من نفسها، واكتر من اي حاجة، بسبب لما وقف معاها في ظل الازمة اللي هي كانت فيها. ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني من مسلسل لهفة بطولة الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم. اتمنى بانه احداث المسلسل تكون نالت اعجابكم اعزائي المشاهدين، وبانه تكونوا قد استمتعتم باحداث الجزء الثاني. نشوفكم في فيديو جديد، وياريت يا جماعة اللي نفسه في اي جزء ثاني سواء من فيلم او مسلسل يعرفني ده في التعليقات، وانا بقدر السرعة او قدر الامكان اعمل ليه الجزء اللي هو نفسه فيه من الفيلم او المسلسل اللي هو عايزه. ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعي منا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.